حياكم الله. في كربلاء المقدسة زيارة أربعينية وخطط حكومية، قد تكون العلاقة بينهم متكافئة أو متقاطعة، فالأعداد المليونية تبحث عن جهود استثنائية، أمن وصحة، ماء وكهرباء، نقل ونفط، كلها ترتبط بهذه الزيارة، وقد يبحث عنها الزائر أو لا يستغني عنها أي موكب. فهل كانت المعادلة مرضية للجميع؟ جميع الجهات أعلنت النجاح، فما هو المقياس؟ هل كان الأمن مستتبا بشكل كامل؟ هل كانت المياه كافية؟ هل كانت ساعات التجهيز مثالية؟ هل وجد الزائر مركبة تعيده إلى منزله دون عناء المشي لعدة كيلومترات؟ في المؤتمرات والبيانات كل هذا وجدناه، ولكن وفق ما رأيناه وما وردنا لم تكن الخطط متوازية مع هذه الاستعدادات. لجنة عليا للزيارات المليونية وأخرى للتأمين وعشرات الجهات للخدمات بالتنسيق والتعاون، وماذا كانت النتيجة؟ تابعوننا حتى نلقى كل هذه الإجابات. قد حصاد الأيام لهذا اليوم ستكون مخصصة عن الخطط الحكومية لإحياء الزيارة الأربعينية، رح نفتحها وياكم بتقرير الزميل شيبان سامي لنتابع. في اليوم الأخير للزيارة يتوافد ملايين الزائرين إلى مدينة كربلاء المقدسة من شتى بقاع الأرض لإحياء المراسيم الخاصة بالزيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، التي يرافقها تقديم مختلف أنواع الخدمات من قبل المواكب الحسينية لتقديم الطعام والشراب بالعمل الطوعي الخيري الذي يديره الخدم بدعم ذاتي منذ سنوات طويلة. المفروض الدولة توفر كل شيء زيان، مو بس سيارات، ثلج، ماي، أكل. تدري أنت هاي زيارة الأربعين 90% خدمات من الناس، من الأهالي. زين أسوي معامل ثلج، أسوي معامل ماي، أسوي كل شيء أسويه. إحنا هاي زيارة عالمية، زين العالم كله يحكي بيها. تتواصل 650 حافلة نقل للتوفيج العكسي التي بدأت مع انتهاء الزيارة لنقل الزائرين بالمجان عبر المحاور التي تربط مدينة كربلاء بالمحافظة، إلا أن أحد الزائرين بعض حافلات النقل الحكومية فرضت مبلغا مالي مقابل نقلهم إلى أحد القطوعات. بطريق العودة أكو منشآت حكومية ومكتوب عليها لافتة: حكومتكم بخدمتكم. من صعدنا بالسيارات تفاجأنا انه لموا النفر على 500 دينار ولو شيء رمزي، بس احنا قلنا انه هي حكوميه، نقل حكومي، فاخذوا من عندنا كروه نص الطريق، نزلونا زنينا المجسرات واضطرينا انه ننتظر السيارات. احنا من 6 الصبح لهسه يلا وصلنا بغداد العلاوي. على الرغم من وعود وزارة الكهرباء وقرارها باستثناء النجف الأشرف وكربلاء المقدسة من القطع المبرمج خلال زيارة الأربعين، إلا أن واقع الحال يقول عكس ذلك على لسان أحد المواطنين. كربلاء كل مكان تقريبا متساوية بها قطوعات، كل اللي يقول لك الكهرباء مستمر 24 ساعة هذا يكذب، حتى لو وزير الكهرباء هو هم يكذب. خلي يجي يريد يسوي له خلي يسوي له لا يقصر. بتوجيه من رئيس الوزراء استمرار الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الأربعينية والحفاظ على وتيرة العمل الأمني والخدمي حتى عودة آخر زائر. من بغداد شيبان سامي، قناة الأيام الفضائية.
محور حديثنا لهذا الملف راح يكون مع رئيس خلية الإعلام الأمنية اللواء تحسين الخفاجي. حياك الله سيادة اللواء. حياكم الله، عظم الله لنا ولكم الأجر. عظم الله لكم الأجر وأحسن لكم العزاء. أيضا ينضم إلينا عبر لايف يو نائب رئيس مجلس محافظة كربلاء محفوظ التميمي. حياك الله أستاذ محفوظ. نعم، أبدأ معك سيادة اللواء، كيف كانت أجواء الزيارة من الناحية الأمنية؟ هل شهدنا أي خروقات أمنية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا تحية لكم وشكرا لكم على هذا اللقاء والاستضافة. يعني أكيد أجواء الزيارة مثل ما أعلن عنها كانت ناجحة بكل المقاييس. أنا أتكلم هنا من الناحية الأمنية، والناحية الأمنية أي تعني أنه تهيئة أجواء آمنة بطرقها بإمكانياتها بقدراتها لأكثر من 21 مليون شخص. نعم. وهذا يحتاج إلى تخطيط مبكر، يحتاج إلى عمل مبكر، يحتاج إلى جهد كبير في المجال الاستخباري، في المجال الأمني، في المجال تخصيص القطاعات، وبنفس الوقت أيضا نحتاج إلى محاربة الإرهاب في قطاعات أخرى وفي محاور أخرى. ضبط الحدود أحد أهم الأمور المهمة اللي تدخل في الزيارة، المنافذ الحدودية وعملية المناورة والدخول والخروج، وخصوصا احنا شاهدنا يعني المخافر الحدودية، مخفر من المخافر يدخل 180 ألف زائر، هذا يحتاج إلى إمكانيات، إلى قدرات عالية، ويحتاج أيضا هذا الكم الكبير اللي يدخل يحتاج إلى عجلات تنقله، ويحتاج إلى قطاعات تحمي، ويحتاج أيضا إلى مرونة في التنسيق بين القطاعات. كل هذا الحقيقة احنا كقيادة عمليات مشتركة حققناه من خلال التخطيط المبكر، ومن خلال تخصيص القطاعات، ومن خلال العمل ليلا ونهارا مع اللجنة الأمنية العليا اللي يرأسها معالي وزير الداخلية المحترم، وأكيد بإشراف وتوجيه القائد العام للقوات المسلحة. لذلك أنا أؤكد لك من خلال قناتكم أنه الأجواء تمت بإنسيابية بمرونة عالية، وتمت أيضا بإمكانيات وقدرات عالية بالتعاون مع اللجنة الخدمية. ما ممكن أنت أن تحقق 100%، لا يوجد أي شيء، نستفاد من الحالات في السنة القادمة مثل ما استفادينا من السنوات الماضية، وكانت هذه السنة مميزة بكل شيء. لأول مرة ما شهدنا قطع للطرق، لأول مرة النقل الخاص يصل إلى الحقيقة، يصل إلى قريب الإمام الحسن الحسين بن عباس عليهما السلام، وهذا الحقيقة ما صار يعني السنوات الماضية. كانت نية مبيتة عند مجاميع خارجة عن القانون لاستهداف هذه الزيارة وأفشلتم محاولاتهم، لأن احنا شهدنا هذه الحالتين في كربلاء المقدسة والنجف الأشرف. احنا كل اللي حدث أو اللي الذي يحدث لم يؤثر على أجواء الزيارة، والدليل على ذلك أنه 21 مليون فوجناهم، 3,700,000 شخص فقط من خارج العراق، والباقي 19 مليون من داخل العراق. نعم. وهذا يعني بأن إمكانياتنا وقدراتنا كأجهزة أمنية والتعامل مع الحالات ممكن أن يكون برد الفعل السريع، وهذا الحقيقة ما شهدناه. وفرنا أجواء آمنة، وفرنا كل الإمكانيات والقدرات اللي تسهل عمل اللجنات الأمنية الأخرى، والحقيقة هذا كان واضح للعيان. الخطة الأمنية اعتمدت بالنسبة الأكبر على الجهد الاستخباري؟ أكيد الخطة الأمنية تعتمد على الجهد الاستخباري، تعتمد على ما حضرناه من عمليات استباقية. يعني احنا قمنا بعمليات استباقية قبل الخطة. أضرب لك مثل على ذلك، يعني احنا قبل ما تبدأ الخطة حتى أثناء ما بدأت الخطة الأمنية قبل شهرين، احنا كان عندنا عمليات استباقية في مختلف قواطع العمليات. أضيف إلى ذلك خلال الخطة، قبل الخطة، خلال الخطة، حتى إلى وقتنا هذا، جهاز المخابرات الوطني أوقف كثير من العمليات اللي إرهابية التي لم يعلن عنها، وهذا عمل استخباري مميز. جهاز الأمن الوطني كذلك. نعم. وكالاتنا الأمنية والاستخبارية، ضربات جوية كانت ساحقة أثناء عمليات الزيارة، يعني أثناء أيام الزيارة. يعني إحنا يوم أمس كانت عندنا ضربة جوية في قضاء طوس خرماتو لخلية إرهابية بثلاث مضافات. ضربنا قبل يوم من هذا في سلسلة جبال حمرين أيضا في قاطع عمليات ديالة. هذا شو فسر؟ يفسر أنه الجهد الاستخباري والأمني، الإمكانيات والقدرات، البناء والرؤية الاستراتيجية كان تخطيطها سليم وصحيح. حياكم الله إن شاء الله، وشكرا على جهودكم. أستاذ محفوظ، أجد ترحيب بحضرتك. محافظة كربلاء المقدسة والجهات الساندة
أعلنت نجاح خطط الزيارة، لكن وصلتنا العديد من الشكاوى بشأن عدم وجود استيعاب للزائرين بالخدمات الحكومية المقدمة لهم، شنو رأيك؟ السلام عليكم سيد فرح، تحية لكم وإلى كادر قناة الأيام، وكذلك التحية موصولة لسيادة اللواء تحسين، ونجدد العزاء حقيقة بانتهاء ذروة زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام لكم ولصاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف. وحقيقة نستثمر هذا اللقاء بتقديم شكرنا العالي بداية إلى دولة، إلى وزاراتنا الاتحادية، إلى حكومتنا الأحلية، حكومتنا المحلية، السيد المحافظ، عتباتنا المقدسة، كل أجهزتنا الأمنية، كل قيادات الحشد الشعبي اللي ساهمت ويانا، كل الهيئات والمواكب الحسينية اللي كان لها دور مؤثر ورئيسي في استيعاب العدد الهائل من زوارنا. مثل ما تعرفون زيارة الأربعينية أصبحت هوية دينية وإنسانية للبلد، هي محور الشعائر اللي يقوم بها المسلمين، وهي كذلك حقيقة فيها رسالة إنسانية تتجاوز حتى الدين الإسلامي، لأن احنا في هذه السنة شهدنا حقيقة زيادة عدد المواكب من غير الديانات الإسلامية، من غير طوائفنا، بأثنيات مختلفة من خارج البلد. هذا يؤكد على أنه هناك رسالة عالمية وإنسانية عميقة جدا. أما فيما يتعلق حقيقة بمحاور الخطة، كان أكون انسجام كبير بين الحكومة المحلية وما بين الوزارات الاتحادية، أدت إلى نجاح حقيقة الجانب الأمني اللي تفضل به قبل قليل لواء تحسين، أنه كان أكو تنسيق عالي المستوى ما بين قيادة الشرطة وقيادة العمليات وقيادة الحشد الشعبي مع الوزارات الاتحادية، بحيث تم تأمين محيط محافظة كربلاء بالعديد من الجهد الاستخباري. احنا حقيقة لا ينكر الجهود المحلية طيلة أيام السنة تعمل وبجد وبإخلاص وبتنظيم وبدقة من أجل أن تصل إلى هذه النتيجة، لأن مثل ما تعرفون موضوع الأمن هو صناعة، ما ممكن أنه أنت تأمن محيط المحافظة والمحاور المحيطة بها خلال يوم أو يومين أو أسبوع أو أسبوعين، بقدر ما هو عمل لسنة كاملة. كربلاء تعمل من اليوم، كربلاء تعمل من الغد للسنة القادمة حقيقة على المستوى الأمني وعلى مستوى الخدمات. الحمد لله خطة النقل أيضا شهدت نتيجة التغييرات الكبيرة اللي صارت بالساحات، بتوفير وسائل النقل، بعدم إجراء القطوعات أنه تصل مركبات النقل الخاص إلى أقرب مسافة ممكنة لزائرين الكرام بمسافة مئات الأمتار، يؤدون الزيارة وحقيقة يتجهون لمحافظاتهم أو حتى للمنافذ الأخرى، فكان هناك جهد كبير جدا. أرسلك بصراحة، شنو مقاييس النجاح لهذه الزيارة؟ الحكومة المحلية وما بين الوزارات الاتحادية وما بين العتبات وما بين كل الجهات. نعم، ما هو مقياس نجاح هذه الزيارة؟ يعني أهم مقاييس النجاح من الجانب الأمني هو عدم وجود أي خرق، والحمد لله. نعم. زين، والشكاوى بشأن عدم وجود استيعاب للزائرين. الجانب الأمني هو عدم وجود أي خرق، وهو هذا الأهم. كل شيء ممكن. إذا سمحتي لي جايش على موضوع الشكاوي ست فرح، جايش على موضوع الشكاوي. خلينا نحكي حسب الأولويات. الأولوية هي بالنسبة لنا الأمن، أمن زائرين، دماءهم، أرواحهم، هذه بالدرجة الأساس. يعني إحنا يجب أنه ما ننكر أنه كان هناك جهد جبار لأجهزتنا الأمنية حتى نصل بهذا المستوى الأمني. هذا جانب. موضوع النقل، سابقا بالسنوات السابقة حقيقة كانوا زائرين يصلون إلى مسافات بعيدة جدا، يعني تكاد تصل إلى أطراف المحافظة المنافذ القريبة من المحافظات الأخرى، ويصعدون السيارات ومن ثم يمضون إلى محافظاتهم. في حين هذه السنة تم فتح مجموعة من الساحات، ساحة الجود، ساحة قنطرة السلام، ساحة أم الهوى، هذه ما تبعد مئات الأمتار عن المراقد المقدسة، ما لا بل أنه النقل الخاص كان أقرب من هذه الساحات إلى الزائرين. هذا أيضا يعتبر واحد من معايير النجاح. الوضع الصحي حقيقة لم يسجل أي حالات خرق صحي لا سمح الله. موضوع التسمم سيد فرح أنت لا تنسين، إحنا عندنا العدد الحد الأدنى اللي أعلن 21 مليون زائر، أكثر من 4 مليون أجنبي، ما تبقى زائرين محليين.
يعني احنا ما ننظر الى صحيح انه نسعى للحاله المثاليه ونتمنى الحاله المثاليه ونعمل للوصول للحاله المثاليه، ولكن هذا ما يمنع من وجود بعض يعني بعض الاخفاقات في مجالات معينه. الشكاوى اللي حضرتك تقصديها انا اعرفها كل زين، احنا عايشين بال يعني بال يعني الحاله مع مواكبنا. محفوظ ممكن هذه الشكاوى تم تهويلها في مقرنا المسيطر هو موضوع الكهرباء. زين. الكهرباء حقيقه وزاره الكهرباء اذا سمحتي لي استدفع تفضل. احنا ما نقول تهويلها، هي فعلا كانت اكو شكاوي بهذا الجانب، لان احنا كنا بالمقر المسيطر وكنا نستلم الشكاوي تباعا، كانت اكثر من 90% على موضوع الكهرباء. الكهرباء في مركز المدينه تم حقيقه تجهيزنا باكثر من 1450 الى 1650 ميجا، ولكن المشكله كانت في النقل والمشكله كانت في التوزيع، عدد المواكب حقيقه وارتفاع درجة الحرارة اللي أدى إلى استخدام عدد كبير من المكيفات، الأجهزة اللي كانت تدخل اللي هي أجهزة الحقيقة الشواء والمخابز الكهربائية كانت تشكل ضغط على موضوع الكهرباء. موضوع الكهرباء تم التداول به مع معالي وزير الكهرباء، وأيضا بحضور دولة رئيس الوزراء عندما عقد اجتماعات الخدمية والأمنية، وأيضا احنا كنا كمجلس محافظة أمس الساعة 10 لحد الساعة 11 ناقشنا هذا الموضوع مع دولته، وأوعز بإيجاد خطة استثنائية وليس تقليدية لحل مشكلة الكهرباء بمحافظة كربلاء عفوا، ومن الغد ستبدأ أعمالها. يعني هو اليوم أطلق أكثر من 37 مشروع حزمة مشاريع في الطرق في الساحات في المجسرات في السلالم الكهربائية بتجهيز الآليات بمشاريع ماء جديدة، 37 مشروع من أصل 107 مشروع يتم تمويلها من خلال برنامج الزيارات المليونية، وأوعز بأن تكون خطة خاصة لموضوع الكهرباء. فاللي أتمناه فعلا أكو شكاوي، ولكن إحنا علينا يعني نتفاعل مع الجانب الإيجابي. 21 مليون نسمة ست فرح، يعني لك أن تتخيلي هذا العدد الهائل، أكثر من 118 ألف موظف وموظفة، وضعف هذا العدد من المتطوعين سواء كانوا تابعين لدوائرنا أو تابعين لعتباتنا المقدسة. طيب. أو للوزارات الأخرى، هذا الجهد يجب أن لا يبخس. أكثر من 121 ألف آلية دخلت حقيقة العمل، دوائرنا بلغت الطاقة القصوى. تصوري أنه حقيقة يعني في دائرة البلدية، دائرة بلدية المركز وصلت أكثر من 250 ألف طن تم رفعها من النفايات الصلبة. دائرة الماء أنتجت أكثر باليوم الواحد أكثر من 870 ألف طن. دائرة توزيع المنتجات النفطية وزعت عشرات الملايين من الألتار سواء كان للبنزين أو النفط الأسود أو أسطوانات الغاز، باليوم كانت تنتج 45 ألف طن، وهكذا حقيقة يعني أرقام مهولة جدا. هذه الأرقام رح نرجع نتحدث عن هذه التفاصيل اللي حضرتك تذكرها. ما نبخس حق هؤلاء المجاهدين، هؤلاء المثابرين. نعم. اللي هي فخر حقيقة أن إحنا كحكومة محلية وكحكومة اتحادية. نعم سيادة اللواء، يمكن أكثر ما يحسب لهذه الزيارة هي استتباب الأمن مع يعني احترام جميع الجهود المبذولة من قبل الحكومة، كانت يعني حقا قوية ونفذت القانون والتطبيق، هذا لا نبخس حق أحد، لكن أكثر ما يحسب هو الجهد الأمني في هذه الزيارة. هل كان هنالك نشاط للخلايا الإرهابية النائمة في بعض المناطق في وقت الزيارة؟ يعني في داخل كربلاء أم في خارج؟ لا في داخل كربلاء بالحدود، خلينا نقول في المناطق اللي أكيد كان يتواجد بها الخلايا النائمة. أكيد كان سيدة فرح. الحقيقة هذا الموضوع مهم جدا، وأني أشرت في بداية كلامي بأنه جهاز المخابرات الوطني أحبط محاولات كان التنظيمات الإرهابية. حدثني عن هذه المحاولات. يعني هذه محاولات ما ممكن الحديث عنها لأن هذا خص بالأمن القومي للبلد، ولكن احنا كل اللي نقوله احنا احبطنا محاولات في مناطق رخوة جوار العاصمة بغداد. لا هذا تخطيط مهم جدا ولا يمكن الحقيقة الخوض به، ولكن يجب ان لا نبخس جهد جهاز المخابرات وجهاز الامن الوطني، هذا مع الاجهزة الامنية والاستخبارية الاخرى. نعم. طبعا هذا من جانب. من جانب اخر، يعني احنا ركزنا على المعلومات الاستخبارية الدقيقة وقاعدة البيانات اللي نمتلكها، هذا الموضوع مهم جدا. عملية إدراكنا وتحليلنا للزيارة وما نتوقع أن يحدث في الزيارة والطرق اللي يسلكها الزائرين وأيضا أعداد الزائرين، هذا يعطينا
تخطيط مهم ومسبق. طبعا هنا أنا أود أن أشكر الحقيقة الحكومة المحلية في كربلاء، السيد المحافظ الرجل متعاون جدا مع القوات الأمنية ويوفر جميع الإمكانيات للقوات الأمنية، والتعاون الكبير ما بين الحكومة المحلية والقوات الأمنية أسهم في خلق جو وروح الفريق الواحد والعمل بدون أن تكون هناك عوائق للعمل. العمل الأمني يحتاج إلى مرونة سيدة فرح. كانت سابقا أكو هذه العوائق؟ لا طبعا، أنت كل ما يكون التعاون أكثر كل ما راح يكون العمل وإنتاجه أكثر وأوسع. نتحدث عن التحديات، نعم كانت هناك تحديات، أبرز هذه ولا زالت أبرز هذه التحديات. يعني إحنا قبل يومين كانت عندنا، طبعا إحنا قمنا بعمليات نوعية استباقية في مختلف قواطع العمليات، صحيح، ولكن مثلا إحنا كان عندنا خلية في سلسلة جبال حمرين، هذه خلية مهمة كانت تخطط وتستخدم هذا الموقع لعمليات إرهابية، تم استهدافها عن طريق معلومات دقيقة وجهد فني من الاستخبارات العسكرية وبمتابعة وتخطيط وتدبير قيادة العمليات المشتركة خلية الاستهداف، وجهنا سلاح الجو العراقي وتم تدميرها. والحقيقة النتائج اللي كانت موجودة بها مبهرة جدا. أولا قصمت ظهر العدو في هذه المنطقة، وهذه المنطقة سلسلة جبال حمرين، يعني قريبة من ديالة، يعني قريبة من خطوط التفويج العكسي وكذلك الزوار، وإحنا نعرف بأنه ملايين الزائرين يسلكون هذا الطريق، طبعا ليس فقط الخارج العراق وإنما حتى من داخل العراق. نأتي إلى طوس خرماتو، وأيضا سلاح الجو العراقي يوم أمس استطاع أن يدمر 3 مضافات، هذا معناه أنه هنالك أكو نوايا مبيتة للعدو لاستهداف زوارنا واستهداف أيضا أهدافنا الحيوية والاعتداء على قواتنا الأمنية. التحليل الدقيق والمعلومات الدقيقة اللي تصل إلى قواتنا الأمنية والمتابعة المستمرة هو اللي ينطينا تقدير الموقف المهم. إحنا ما ممكن أن نخلق أجواء آمنة بدون معلومات وبدون قاعدة بيانات، وحتى وإن امتلكت أنت قاعدة بيانات ومعلومات لا يمكن أن تخلق هذا الجو من السلم المجتمعي أو التعاون الكبير أو العمل الكبير لقواتنا الأمنية ما لم تكن حدودك مضبوطة، أي الحدود، إمكانياتك وقدراتك في استهداف العدو واستيعابه موجودة، وأيضا القوة الاحتياطية اللي تمتلكها. إحنا مع كل هذا العمل، يعني شقد خصصنا قطاعات إحنا إلى كربلاء وقطاعات أخرى تعمل في مختلف قواطع العمليات، وبنفس الوقت لدينا قطاعات احتياط تتدخل في حالة حدوث أي حالة لا سامح الله. طبعا كل قواتنا الأمنية عملت باحترافية، لم تحمل السلاح، وكانت هي هذه النقطة. احنا شفنا الكثير من القوات الأمنية كانت تشارك في المواكب ولم تحمل السلاح، ولم تحمل السلاح، وهذا أعطى انطباع جيد لدى الزائر، هذه نقطة تحسب للقوات الأمنية. أحسنتي، والدليل على ذلك أنه هذا أيضا يعتبر من تخطيطنا، لا نريد أن نفرض أجواء العسكرة في الزيارة الأربعينية. أعطينا للزائر حرية العمل، حرية الاختيار، حرية الحركة، وكنا بجانبه قريبين منه. طبعنا أكثر من 300,000 بوستر، طبعا الأجهزة الأمنية كلها مشكورة، الحشد الشعبي كان له الدور الكبير في طباعة هذه البوسترات، وباقي الدفاع، الداخلية، الأمن الوطني، خلية الإعلام الأمني كانت أيضا طبعت، قيادة العمليات المشتركة طبعت أيضا بوسترات، هذه وزعت كلها بالمحاور. هذه أيضا انطت للزائر الحقيقة دعم، وانطت له ثقة بالنفس أنه القوات الأمنية قريبة منه. الإشاعة وما حاول البعض أن يلعب على هذا الموضوع أنه الإشاعة وسلوك الإشاعة، أيضا هذا كان إلى عمل الخاص عن طريق ما بثينا من إمكانيات وقدرات، خصوصا من جهاز الأمن الوطني اللي استطاع أن يستوعب كل حالة تصير، وأيضا قسم الإشاعة في وزارة الداخلية. اسمح لي أن أرحب بالمتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور سيف البدر، حياك الله دكتور. مرحبا، تحية لكم مشاهدي. دكتور نعم أسمعكم بوضوح، تفضل دكتور. إذا كنت تسمع لي بشكل واضح. نعم أسمعكم. نعم بداية تحية لك. يعني وزارة الصحة أعلنت نجاح الخطة الخاصة بالزيارة الأربعينية، الخطة الصحية، أجواء حارة، شهدنا حوادث وحالات كثيرة خلال الزيارة، كيف تعاملتم معها؟ وهل تم تسجيل أي حالة إصابة بمرض انتقالي أو ما يعرف بمرض جدر القردة؟ تفضل. لا حياك.
طبعا السيد الوزير في المؤتمر الصحفي الذي عقد من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء وكل الجهات الحكومية المعنية بتطبيق خطة الزيارة من ضمنها طبعا وزارة الصحة يمكن تنزل أي حاجة وهي غير احتياطية من ضمنها الهيبوكس أو جدر القرود ضد الزائرين ولغاية هذه اللحظة لم نسجل أي إصابة بالطفل الغامض في الإمارات في جميع مناطق العراق نعم. طيب هل تعاملتم مع حالات يعني خطيرة؟ كيف تعاملت وزارة الصحة مع بعض الحالات التي نستطيع تسميتها بالخطيرة أو الغريبة أو حتى النوعية ممكن؟ الحقيقة ملايين الخدمات الصحية وملايين المراجعين تم معاينتهم من الموصل من شرق العراق من غرب العراق كل المحافظات استقبلت الزائرين سواء كانوا سيرة هي الأقدام أو بوسائط النقل المختلفة مثل المنافذ الحدودية المطارات ملايين السلم تقدم وبعدين السيارات على صفات سجلنا على الأسف أيضا الحمد لله ما صار عندنا يعني عارض صحي غير اعتيادي وما ننسى بملاكات الوزارة. نعم شكرا جزيلا المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور سيف البدر، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به. أستاذ محفوظ من جديد أهلا بك، يعني ذكرت لي أنه سيتم وضع خطط استثنائية بدءا من هذه الأيام تفاديا لربما نستطيع أن نسميها بعض العوائق التي حدثت بالزيارة، لكن سؤالي لحضرتك مو كان من الأفرض أن تضع هذه الخطط قبل الزيارة؟ ونحن متعودين على الأرقام يعني على الملايين، هذا الرقم 21 ليس فقط في هذا العام، يعني عندنا أكثر ربما في الأعوام السابقة من هذا الرقم، إذ نحن متعودون على هذه الأرقام، لماذا لا تضع الخطط قبل الزيارة؟ لماذا بعدها؟ حقيقة ست فرح هي يعني وجود إخفاقات مو معناها ما كان موجودة خطط، احنا بالعام الماضي كانت تجهيز محافظة كربلاء 1000 إلى 1100 بهذه الزيارة، في هذه السنة زادت 500 ميجا، هذا كان محسوب حسابي حقيقة، ولكن مثل ما قلت وجود الضغط على بعض المناطق بشبكات التوزيع الداخلية أدى إلى حصول هذه الأعطاب وإلى احتراق المحولات وإلى عطلات كثيرة. كانت وجود الخطة كانت موجودة ولكن كنا بحاجة إلى زيادة عدد فرق الصيانة اللي كانت تأتينا من المحافظات يعني، فلذلك تم الحقيقة تأشير هذه الحالة وسيتم تطوير الخطة اللي كانت موجودة بأنه راح حقيقة راح يتم استبدال الشبكة وراح يتم تنظيم عملية ربط احتياج المواكب والهيئات من الكهرباء، وهذا اللي تم تأكيده من خلال لقائنا بوزير الكهرباء ومن خلال لقائنا بدولة رئيس الوزراء ومن خلال حقيقة الطروحات والمشاريع اللي قدمها السيد المحافظ إلى وزير الكهرباء، وأعطيت يعني بالإضافة للمشاريع 37 اللي قلناها مشاريع الكهرباء كانت بخطة خاصة حقيقة أنه راح تبدي بها وزارة الكهرباء وتعرضها على المحافظة ومن ثم حقيقة تم مصادقتها من قبل مكتب دولة رئيس الوزراء ومن ثم للتخطيط ومن ثم إلى تنفيذها بإذن الله. فحقيقة طيب. راح تكون هناك هذه الخطة الخاصة بالإضافة إلى مشاريع الطرق ومشاريع الساحات والمجسرات والسلالم الكهربائية وتجهيز آليات بقيمة 50 مليار دينار، بالإضافة إلى الأهم من هذا كله هو مشروع ماء جنوب كربلاء 16,000 متر مكعب في الساعة مع وجود أنبوب بطول 86 كيلومتر. هذه هي حقيقة المشاريع اللي احنا فعلا كنا نطمح لها انه تتنفذ، ولكن مثل ما تعرفون قد يكون الوضع السياسي الوضع المالي للبلد ما كان يسمح بمشاريع بهذا العدد بهذه الضخامة من الأموال. يعني مثلا إذا نتكلم على الطرق نتكلم على الدوار الأول طوله أكثر من 11 كيلومتر، هذا يخترق المدينة القديمة من مستشفى الكفيل باتجاه قنطرة السلام ومن ثم على حقيقة باب بغداد ومن ثم يرجع إلى طريق الحر، هذا بأربع خمس فعاليات قيمته أكثر من 460 مليار. إعادة تصميم الطريق اللي يربط المحافظة بمحافظة النجف،
راح يكون بمواقف خاصة للسيارات الأجهزة الأمنية، وكذلك راح يكون بحقيقة يعني فتح حدود معينة للمواكب، طريق ربط محافظة كربلاء بالطريق السريع، لأن يعني مثل ما تعرفون الطريق السريع ما مر بمحافظة كربلاء، هذه طرق استراتيجية كنا حقيقة احنا بالنسبة لنا كانت هدف مهم، والحمد لله طبعا كل هذه الطرق كربلاء من مجموع 37 مشروع لها أكثر من 17 مشروع الإدارة المحلية أكملت كل كشوفاتها حقيقة الفنية، وهذه مشاريع مهمة، مشاريع استراتيجية تم دراسة الجدوى لها والذهاب بها إلى وزارة التخطيط، وزارة التخطيط صادقتها وأرسلتها إلى مكتب دولة رئيس الوزراء ليتم إعلانها إن شاء الله بأقرب وقت ممكن. الآن أرحب بمدير علاقات وإعلام وزارة النقل السيد ميثم صافي، حياك الله وعظم الله أجرك. الله لنا ولكم الأجر. أهلا وسهلا أستاذ ميثم. بصراحة خلينا نحكي عن خطة وزارة النقل، الكثير وصفها بأنها عشوائية، كيف ترد؟ بالبداية شكرا لكم لتعطي الفرصة الحديث عن موضوع الزيارة. عظم الله لنا ولكم الأجر بذكرى استشهاد الإمام حسين عليه السلام ونحن نعيش في أربعينيته. بالتأكيد أن وزارة النقل والمؤسسات الأخرى هذا العام كان هو عام مميز من حيث التنظيم وكذلك من حيث توزيع المهام والمسؤوليات، فكانت حكومة الخدمات منذ العام الماضي أكدت على أن يكون هناك توزيع للمهام فيما يخص الجهات القطاعية اللي راح تعمل ضمن اللجنة العليا للزيارة الأربعينية، فكانت يعني توزيع مراكز العمل ضمن المحاور الأساسية، فكان قاطع كربلاء المقدسة بغداد من أهم القواطع اللي ألقت على مسؤولية يعني وزارة النقل، وتوزعت المهام الأخرى على بعض المؤسسات والوزارات الأخرى. يعني تقصد المحاور ما كانت كلها على وزارة النقل؟ لا لم تكن كل المحاور على وزارة النقل. وزارة النقل عملت منذ التفويج يعني التفويج باتجاه كربلاء المقدسة على نقل الزائرين من المنافذ الحدودية، وكان هنالك دعم من قبل وزارة النقل ب 350 باص، وبعدها أيضا كان هنالك بالتفويج العكسي هو أن يكون هنالك نقل بالشكل المعاكس باتجاه المنافذ الحدودية وكذلك محافظة بغداد. أنا أنسى أنه تشكيل واحد عندنا هو يعمل ضمن المحاور المتعددة اللي هو تشكيل النقل الخاص، يعمل على تنظيم عدد من المركبات الخاصة لتقدر حوالي 400,000 عجلة. زين، وردتنا الكثير من الشكاوي مقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد عمل وزارة النقل، شلون تعلل هذه المقاطع؟ قبل يعني نعقب على ما قالته تلك المقاطع، طبعا المقاطع لدينا من المؤشرات وكذلك من المعلومات أنه تم توجيههم من قبل بعض الجهات من أجل الإساءة لوزارة النقل وجهد وزارة النقل. لا ننسى أنه السيدة رئيسة لجنة النقل والاتصالات في مجلس محافظة كربلاء المقدسة أعلنت أنه وزارة النقل هذا العام هو جهودها مميز، ولم تسجل لديهم أي مشكلة أو شكوى على وزارة النقل، ولم يكن هناك عمليات تأخير فيما يخص جهد وزارة النقل. ليش اللي ينتقد يعتبر مدفوع من جهة أساسية؟ ما ممكن مواطن وعبر عن رأيه إلا كان ما بقى. كل أدبيات الانتقاد هي تقول إنه الانتقاد لما يكون بناء فهذا بالتأكيد هو عامل إيجابي، لما يكون النقد هدام فبالتأكيد إنه هو الغاية من عدها غاية سيئة، ولربما إنه زيارة الأربعينية بملايينها اللي أكثر من 20 مليون لم ترق للبعض، ولم يكن هذا الموضوع هو ضمن حساباتهم. وكأنه عملية الفشل دائما لازم تكون الموجودة على المؤسسات الحكومية. بالتأكيد أن وزارة النقل والمؤسسات الأخرى نجحت في عملية التفويج وضمن المحاور. احنا اليوم نتحدث عن جهد عظيم لوزارة النقل، 26 طائرة للخطوط الجوية العراقية، 3 مطارات لإدارة المطارات والملاحة الجوية، النجف، الأشرف، بغداد وكذلك البصرة، 16 قطار للشركة العامة لسكك حديد العراق على محورين رئيسيين، محور كربلاء المقدسة البصرة وأيضا كربلاء المقدسة بغداد. ايضا هنالك مشاركه لاول مره للنقل البحري من زوارق 5 والنقل من ميناء خرم شهر من الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه باتجاه مرسى العشار في رصيف العشار في البصره، وهذا الموضوع ايضا بنقله نوعيه باعتبار انه قلل الوقت 45 دقيقه والزائر يكون مباشره في وسط محافظه البصره. ايضا هنالك لدينا جهد فيما يخص الشركه العامه للمسافرين والوفود، 650 باص. احنا لما كنا يعني انا كنت موجود بغرفه العمليات واداره الزياره والسيد الوزير كان موجود ميدانيا، كانت لدينا غرفه عمليات وموجود بها نظام الجي بي اس ومنظومه متكامله، ونشاهد باصاتنا وهي موجوده وموزعه على الطرق، وين يصير عندنا مثلا ضغط او كثافه ممكن ان ندعم بالشركات الاخرى. لا ننسى شنو المعوقات اللي شفتوها خلال هذه الزياره اللي تتمنون تصحيحها العام؟ احنا راح هي ما تسمى معوقات لكن تطوير العمل.
اي مثل شنو؟ مثلا احنا عمل العمل كان سابقا كان اكو تداخل بين المؤسسات اللي تعمل بالزياره الاربعيني، هذا العام هذه السنه ما موجوده. زين. القضايا الاخرى راح يكون هناك بالتاكيد هناك تنظيم مؤسساتي للبنايات معينه لوزارات اخرى ومؤسسات اخرى، بحيث انه يعرف الزائر انه لما يريد يروح القضيه لها علاقه بالصحه يروح لوزاره الصحه، لها علاقه بالنقل موجوده قطاراتنا وباصاتنا، ويكون هنالك اكثر انسيابيه بالتعامل. احنا ايضا كوزاره النقل لدينا خطط لاستخدام الدفع الالكتروني في الزيارات المقبله، ان يعني يكون هناك دفع الكتروني نخلص من موضوع الاشاعه، وزاره النقل تاخذ 1000 دينار من ال هاي هواي دائما تلاحظ. نعم لا بالعكس احنا لدينا وزاره النقل تفرض هواي فلوس المواطن الفقير، خلينا اللجان على السائقين، وهذا الموضوع سيطرنا عليه بالكامل. حتى فيما يخص النقل الخاص كانت لدينا لجان ولم تؤشر لدينا اي حاله انه بعض السائقين قدروا ياخذون مبالغ ماليه عاليه من الزائرين. هذا الموضوع بحد ذاته يعني احنا وضعنا خطط. نعم. بصراحه انتم مسيطرين على موضوع النقل، الطرق المؤديه الى كربلاء هي طرق جيده؟ الطرق هذا مو مسؤوليه وزاره النقل. انا ادري مو مسؤوليتكم، بس انتم تقولون نقل هذا النقل جيد، هذا البارت الاول، غير حتى يكون اكو نقل جيد تكون اكو طرق جيده؟ هذا مهم عندي جواب لهذا السؤال طبعا. بالتاكيد انه وزاره النقل لديها مشاريع استراتيجيه مهمه وكذلك حكومه الخدمات. ست اذا سمحتي لي اوضح نقطه بخصوص النقل. بس يكمل وجهه نظره وارجع لك اذا سمحت لي. الو اقول بس يكمل وجهه نظره وارجع لك ممكن؟ اوكي تفضل. فيما يخص كربلاء المقدسه فيها تقع على تقاطع مهم من طرق النقل، هي في قلب مشروع طريق التنميه. هنالك تقاطع راح يكون في كربلاء المقدسه فيما يخص مشروع طريق التنميه، وهي ايضا فيها الخط القديم اللي يوصل من بغداد باتجاه كربلاء المقدسه، وايضا هو تقاطع باتجاه البصره والمناطق الجنوبيه. بالاضافه الى ذلك حكومه الخدمات اعلنت عن دراسه جدوى مشروع كربلاء المقدسه النجف الاشرف المعلق بطول 85 كيلومتر، والاجراءات مستمره به، وهنالك ايضا تفاهمات مع الشركات المنفذة من أجل أن يكون هناك استكمال للمشروع ضمن التوقيتات وأيضا ضمن دراسة الجدوى، لأن يعني هناك مباحثات في هذا المشروع. أنا يعني الوقت ممكن يجوز ما يسعفني أن أشرح لكم بشكل كامل، بالإضافة أنه هذا المشروع سيمتد باتجاه بغداد ثم سامراء. إذن هي منظومة شبكة سكك حديد موجودة بكل العراق، راح تكون كربلاء المقدسة جزء منها. هذا الموضوع إحنا ما نتحمل مسؤوليته، لأن حتى الحكومات السابقة كان الملف الأمني هو العائق، هو الملف الوحيد اللي مسيطر على الوضع. ما شاء الله الملف الامني خطاب الزياره. نعم مجرد ان استقر الوضع الملف الامني انعكس ايضا على الملف الاقتصادي، وصارت مشاريع حتى النقاشات اللي صارت فيما يخص القنوات الفضائيه وغيرها وملفات النقل والاقتصاد، بالنتيجه انه العراق خلال سنتين من حكومه الخدمات بدا يتقدم بعده مشاريع. الان سنه مشروع طريق التنميه الان احد مشاريعنا المهمه وبه خطوات فعليه موجوده على الارض. استاذ محفوظ تفضل، جيت تتعلق على ما تفضل به ضيف الكريم. نعم ست، ستنا الفاضلة حقيقة يعني فيما يتعلق بموضوع النقل، وزارة يعني هنا ثلاث محاور رئيسية. كربلاء بغداد هذا كان من مسؤولية وزارة النقل، يعني حتى تكون الأمور واضحة. نعم. فوزارة النقل عندها أسطول حقيقة من العجلات وعندها القطارات اللي تحملت مسؤولية هي من سيطرة الوند باتجاه بغداد، ومن سيطرة الوند باتجاه مركز المحافظة. المحور الأهم اللي هو محور بابل هذا كان على الوزارات الساندة اللي هي وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، بالإضافة إلى جهد الحكومة المحلية بهذا الجانب. والطريق المحور الثالث اللي هو كربلاء نجف هذا كان على هيئة الحج حقيقة، مكتب دولة رئيس الوزراء استأجر عدد كبير من السيارات تم توزيعها ما بين هذين المحورين الرئيسية حتى تكون واضحة. فوزارة النقل مسؤوليتها كانت محدودة بمحور بغداد كربلاء، أما بقية المحاور فهي موزعة. هذا جانب. وحقيقة ستنا يعني احنا فيما يتعلق بالقوات الضيفية سواء كانت قوات أمنية أو خدمية، يبقى بالنتيجة أهل مكة أدرى بشعابها يعني، وحقيقة المسؤولية الأكبر تقع على من هو متواجد طيلة أيام السنة. يعني شفت انت حتى في بعض يعني الأجوبة لبعض الأخوان يعني هم يعني إجابتهم تكون محدودة فقط يعني خلال فترة الزيارة، وما ممكن أنه أنت تقدم خدمة بكمية معينة بجودة معينة أنه أنت تكون موجود خلال 4 أو 5 أيام. إحنا
حقيقة اللي تأشر بهذه الزيارة أنه يجب الاعتماد على ما موجود من كوادر محلية والكوادر. من فضلك ضيف الكريم يريد يجاوبك بدقيقة لو سمحت. أيضا عنده تعليق على ما تفضل فيه. الكوادر المماثلة لها بالمحافظة. طيب أنتم ما تعرفون الوضع لأنه أنتم خمسة بالتأكيد. أيام موجودين. نعم. أنا أشكر الأستاذ على ما طرحها. بالتأكيد أن وزارة النقل هي إحدى الوزارات اللي على طول هذه الزيارات الأربعينية هي موجود جهتها وموجودة كوادرها. إذن هي وزارة لها باع طويل في عملية توفيق الزائرين في الزيارة الأربعينية. تشكيلات وزارة النقل هي متنوعة. ممكن نعم فيما يخص المحور اللي تم يعني تكليف وزارة النقل به مثل ما ذكر الأستاذ ويتعلق في المسافرين والوفود وكذلك في بعض التشكيلات اللي نزلت بجهتها، لكن القطاع السككي يذهب باتجاه البصرة يعني كربلاء المقدس البصرة. أيضا المطارات هي متنوعة في بغداد وكذلك البصرة وأيضا النجف الأشرف. فيما يخص الشركة العامة إدارة النقل الخاص هي موجودة على أربعة محاور فيما يخص كربلاء المقدسة. نعم أهل كربلاء المقدسة هم أدراء يعني أهل مكة أدراء بشعابها، لكن نحن كوزارة النقل أيضا نعتبر من نعم. ضمن اللي لديهم تجربة في هذا العمل وخصوصا الزيارة الأربعينية. طيب. ولدينا تفاهمات وتنسيق عالي مع الحكومة المحلية في كربلاء المقدسة اللي ساعدتنا وساهمت ويانا في إنجاح ما مكلفين به من قبل دولة رئيس الوزراء. سيادة اللواء جزء كبير يحسب لهذه الزيارة للجهد النسوي الأمني، كان على مستوى عالي من التنسيق ونحن حقا شهدنا هذا الموضوع. يعني ما هي خطة الجهات الأمنية لإبراز العنصر النسوي في هذه الزيارة؟ العنصر النسوي؟ النسوي أكيد من حيث التفتيش، الضبط، المتابعة، ربما حتى الجهد الاستخباري. سيادة طبعا أكيد أنت أشرتي إلى نقطة دقيقة جدا ومهمة، وحقيقة إحنا أشركنا العنصر النسوي في مجال التفتيش، في مجال حتى يعني جهدنا الأمني والاستخباري. نعم. وهذا يعتبر من ضمن إمكانياتنا وقدراتنا الجديدة. أضيفي إلى ذلك أكو جهد فني، الجهد الفني هذا مهم جدا اللي يعتمد على الكاميرات الذكية والكاميرات اللي نشرناها حرارية، زائدا الاستطلاع الجوي اللي على مدار 24 ساعة. احنا عندنا طائرات CH5، هاي طائرات تابعة إلى طيران الجيش، طبعا هاي إمكانياتها وقدراتها عالية ممكن أن تستطلع. عندنا طائرات طيران الجيش، عندنا طائرات الاستخبارات العسكرية المسيرة، عندنا طيران القوة الجوية اللي هو الكينجير والسيزنا كارافان. هذا كان كل الحقيقة يصب في مصلحة أن نهيئ أجواء آمنة، ونجحنا. رغم ذلك لدينا بعض الملاحظات تم تثبيتها، نحاول أن تكون السنة القادمة يعني سنة إن شاء الله فيها إمكانيات وقدرات أعلى من الآن. نعم. اللي أريد أن أشير إلى فد نقطة مهمة جدا. فضل. إنه أنت مهما وفرت، يعني أنا دا لاحظ أكو انتقاد على النقل، أكو انتقاد على بعض الأمور الكهرباء، لكن أنت تخيلي إنه 21 مليون موجودين في بقعة يعني كربلاء تبقى صغيرة يعني. صحيح. هذا يعني ضغط كبير. عجلات سمحنا لها بمرونة أن تأتي وتكون قريبة لكي تخفف العبء على المواطن. صحيح. هذا كل الحقيقة يعني يحتاج لنعم إلى بنى تحتية. قبل الحلقة كنت أتحدث مع سيد ميثم، قلت له هذه السنة تختلف عن الأعوام المقبلة من حيث النقل. أكيد. أكو كانت هنالك مرونة وسهولة للزائر للوصول إلى المرقدين الطاهرين، بس في بعض الأحيان يقول لك أنه أنت يعني مقصر بهالشيء هذا. طيب إحنا ده نتكلم عن 21 مليون، هذا مو باب انتقاد، هذا باب. لا أنا صحيح. معاكي نعم. إحنا الريف الأفضل. فإحنا شنو قصدي؟ قصدي أنه ممكن هالسنة صار ضغط في حالة معينة. نعم. سوف يتم مناقشتها. السيد القائد العام فتح مشاريع مهمة جدا. إحنا خلنا نتكلم عن بغداد اللي كانت تعاني من ضغط كبير في الزيارات السابقة. الآن بغداد إحنا فتحنا الجسور، فتحنا الحقيقة الطرق اللي صارت هذه كلها أدت إلى حتى نكون منصفين، لولا الدماء الطاهرة من القوات الأمنية ما ننعم اليوم بالأمن اللي إحنا دا ننعم. لا إحنا هذا أكيد سيدتي، هذا أكيد ومنتهي، كل الجهود مقدرة ومثمنة وجزاهم الله خير. بس أهم شيء شنو؟ إحنا نطمح للأكثر. أكيد طبعا أكيد، وإحنا هذا هم طموحنا. نعم. إحنا طموحنا أنه نناقش كل خطة حتى ننجح في عملنا للسنة القادمة. يجب علينا أن نأشر كل الحالات اللي ممكن أن نتجاوزها في السنة القادمة. أكو تخوفات من بعض الوافدين إلى العراق، يقول لك ربما يسللون يبقون بالعراق. يبقون بالعراق؟ أي. لا
احنا هذا الموضوع تذكر حادثة 50,000 باكستان. هذا الموضوع نعم هذا الموضوع الحقيقة يعني ضمن أولوياتنا كأجهزة أمنية وكقوات أمنية، وإحنا لدينا مفارز والمفارز دائما ألقينا القبض ورحلنا قسم. نعم. مفارزنا مستمرة، هناك فترة زمنية تؤشر في أي حالة في أي مكان موجود مثل هذه الحالات سوف يلتقط. بعدين لدينا إحنا منظومة إلكترونية تتعامل مع كل الحقيقة المنافذ الحدودية. نعم. في داخل المحافظات وخارجها، لذلك العملية عملية مراقبة فنية. أنا أكدت على الجهد الفني، الجهد الفني حقيقة يعني كان له دور مهم في تعزيز الاستقرار وإدامة وتنسيق العمل بين القطاعات الأمنية. نعم أستاذ ميثم، بصراحة كل الضغط كان بالمطارات، شلون تعاملتوا مع ضغط المطارات؟ اليوم أعلننا عن أنه 1500 لجنة أرسلت بالتحديد، بالإضافة إلى مطار الدولي عن واحد سفر إحنا بدينا عملية التفويج اللي كانت الرحلات تتراوح بين 75 إلى 114 ألف. نعم. بالنتيجة المطارات كانت مهيئة وسعلات الأمن جاهزة، أيضا استقبال كامل من طواقم المطارات الفنيين وإداريين وأيضا عاملين في المطارات. لم تسجل عندنا أي حالة تأخير ولم يسجل عندنا أي مشكلة في مطاراتنا. هنالك تواجد ميداني كان من سيد مدير عام الشركة العامة لإدارة المطارات في مطاراتنا، وبالانتقال من مطار إلى آخر ومتابعة عملية التفويج. أيضا كان هنالك لدينا تجربة جديدة اللي هي عملية نقل الزائرين من خلال زوارق النقل البحري باتجاه يعني مثل ما وضحنا لكم من الجمهورية الإسلامية الإيرانية باتجاه العراق، وهذا أيضا كان إلى تنظيم عالي واستعداد. فعليا احنا بدينا بخطتنا قبل 6 أشهر، التوجيهات جاتنا من دولة رئيس الوزراء قبل سنة، فكان هنالك استعداد كامل لوزارة النقل. أيضا أؤكد على موضوع آخر، أنه عملية توزيع المهام وتنويع العمل بالنسبة للمؤسسات الأخرى سهل هو على وزارة النقل. كان جهدنا مشتت بين المحاور المتعددة، وتعرفون أكثر من 20 مليون زائر يسبب ضغط على يعني منسوبينا، لكن هذا العام قدرنا أنه نسيطر عليه، خصوصا تواجد عدد من كوادرنا وباصاتنا وأيضا تشكيلاتنا. عندنا تشكيلات إحنا تأخذ المسافرين والوفود 500 دينار لنقل الزائر، وعندنا تشكيلات أخرى كل عملها مجاني، اللي هي الشركة العامة للنقل البحري، الشركة العامة لموانئ العراق، الشركة العامة للنقل البري، وكذلك الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية فيما يخص جهودها على الأرض، بالإضافة الشركة العامة إلى تنفيذ المشاريع. هذه كلها جهد مجاني، بالإضافة إلى المواكب. كل تشكيل من هذه التشكيلات لديه موكب يقوم بتقديم الأكل والشراب. إحنا 42 ألف قالب ثلج وفرنا، بالإضافة إلى جهدنا الخدمي كوزارة النقل. نعم، فقط فيما يخص يعني مادة الثلج 42 ألف قالب قدمنا. لدينا عدد من المنسوبين اللي يعملون ضمن الخدمات الحسينية في تقديم الخدمة. لكن وزارة النقل نعتبر الموضوع موضوعنا، بالإضافة إلى أنه الجهات المعنية الأخرى أيضا ما مقصر، خصوصا وزارة الداخلية وزارة الدفاع وهيئة الحشد الشعبي كان تنسيقهم عالي معانا جدا. أيضا كان هنالك تنسيق مع الحكومة المحلية، السيد غفران شمري رئيسة لجنة النقل والاتصالات في مجلس محافظة كربلاء المقدسة أشادت بجهود وزارة النقل وعبرت عن رأيها أنه هذا الخط بما أن وزارة النقل موجودة هنا فإحنا مطمئنين. وياكم هذه المرة بالحفاظ على الممتلكات. المواطن جدا متعامل يعني خصوصا فيما يخص عمل الباصات، لكن هناك بعض الحالات اللي حدثت فيما يخص القطارات اللي تعرضت للحجارة مثل كل عام. هذه ما رح نخلص منها أستاذ. هذه أصبحت ثقافة للأسف، وهذه ثقافة هجينة على الشعب العراقي. نعم. أتمنى أن يكون هناك تثقيف أكثر يعني يكون هذا الموضوع. أستاذ محفوظ، أرتسلك، كيف دعمتم كحكومة محلية أو كان التنسيق بينكم وبين العتبات المقدسة لتوفير كل الخدمات بشكل جيد للزائرين الكرام؟ حقيقة التنسيق والانسجام مع العتبتين المقدستين ومع سماحتي المتوليين الشرعيين والأمناء العامين ورؤساء الأقسام، هذا يعتبر واحد من أهم عوامل النجاح حقيقة، يعني على مستوى توفير أماكن الإيواء، توفير وجبات الطعام، مراكز الإرشاد،
المراكز الصحية، لأن مثل ما تعرفون أن العتبات حقيقة تمتلك يعني عدد كبير من المؤسسات الصحية بواسطة مستشفياتها ومراكزها الصحية، وكذلك تمتلك عدد كبير من الأقسام الخدمية تقريبا تكون مشابهة لعمل دوائرنا. فأكيد يعني هذا الانسجام وتقسيم العمل على التقسيم الجغرافي أو التقسيم الخدمي أدى إلى حقيقة إلى يعني القدرة على استيعاب هذا الكم الهائل. طيب. نحن والعتبة حقيقة أحدنا مكمل للآخر، هدفنا الأول والأخير هو خدمة زائرين الإمام الحسين عليهم السلام وتقديم أفضل خدمات ممكنة لهم. المواطن يسأل أستاذ محفوظ، راح نشوف بالسنوات المقبلة تهجير لكربلاء المقدسة؟ يعني كربلاء المقدسة تفتقر إلى الظل، الزائر الشمس مباشرة على رأسه والدقبي. سؤال لحضرتك، نعم. ممكن نشوف أكو تشجير يعني الاهتمام بهذا الجانب؟ أكيد إن شاء الله. حقيقة هي المشاريع اللي تم إطلاقها من دولة رئيس الوزراء. يبدو أنني فقدت الاتصال. نعم. سواء كان بواسطة التشجير أو بواسطة المظلات عفوا. اي نعم اسمعك، لكن بالفعل انقطع الاتصال والان كمل فكرتك. اي نعم اسمع حضرتك. الو ما تسمعني استاذ محفوظ؟ على اي حال شكرا جزيلا نائب رئيس مجلس محافظة كربلاء المقدسة الاستاذ محفوظ التميمي، كنت معي عبر لايف يو. شكرا جزيلا سيادة اللواء وأيضا مدير علاقات وإعلام رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء تحسين خفاجي، حياك الله. شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به. مدير علاقات وإعلام وزارة النقل السيد ميثم الصافي، حياك الله. شكرا جزيلا، عظم الله لكم الأجر وحياكم الله على كل الجهود المبذولة في هذه الزيارة. قبل أن ننتقل لمجزء خبري، خلونا نشوف أبرز ما جاء في منصة أكس حول كلمة السيد حسن نصر الله بعد هجوم حزب الله على الكيان الصهيوني فجر اليوم، لنتابع. ننتقل الآن بكم إلى الموجز الخبري. هيئة الإعلام والاتصالات تعلن نجاح التغطية الإعلامية لزيارة الأربعينية بمشاركة 3615 صحفي و101 قناة تلفزيوني. الجهد الخدمي للحج الشعبي يعلن انطلاق أكبر حملة تنظيف للشوارع ومساندة دوائر بلدية كربلاء المقدسة والنجف الأشرف. محافظات بغداد والبصرة تعطلان الدوام غدا الاثنين استكمالا لعطلة الزيارة، وميسان تستأنف الدوام الثلاثاء بسبب درجات الحرارة. الدفاع المدني يعلن أحكام السيطرة على حريق الاندلاع في عدد من بسطات وأكشاك سوق بغداد الجديد. وأخيرا الألواء الجوية تحذر المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس والعمل تحتها لما تسببه من إغماء وإعياء.
حصاد لهذا اليوم انتهى. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.